يوم القيامة أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظله في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. فرده مسلم صحيح هو الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل يتحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تهب يمينه، ورجل ذكر الله خالف فرت عيناه. أما ما لك ما أعطاك الله من الخير والإقبال على حلقات العلم وعلى طاعة الله عز وجل وعلى المذاكرة، هذه من نعم الله عليه، وهذا خير عظيم نحمد الله عليه واشكر الله عليه وألزم هذا الخير العظيم. ومع ذلك احفظ الأوقات التي تعينك على سوء الدراسة وعلى التهوك.